يعني الرئيس اتكلم في كلمته طرح 12 نقطة كان مسجلهم، قال أنا سجلت نقاط وكل نقطة بدأ يشرح فيها. أنا شايف إنه هذه وثيقة مهمة جدا من وثائق الدولة المصرية، إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف أمام الشعب المصري ليتحدث عما أسميه فلسفة الحكم ومنطق الإدارة. هو بيفكر إزاي؟ هو شايف الأمور إزاي؟ إحنا وصلنا للي إحنا فيه ده إزاي؟ إحنا بنشتغل إزاي؟ ولذلك إحنا خدنا الأسس الـ 12، سموها كده الأسس الاثنى عشر للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتحدث. هعرض لحضراتكم كل أساس الشرح وحضراتكم سمعته، لكن هنسمع مع بعض كل أساس على حدة، الأساس الأول الثاني الحاد الـ 12 اللي هو بيترجم تقدر تفهم من خلاله. وإذا كانت لي تعليقات سريعة على هذا الكلام أو تعقيبات هقولها لحضراتكم. خلينا ناخد الأساس الأول. أولا، لقد كان واضحا أن عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة المصرية في العصر الحديث يتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات التي شكلت خلال الخمسين عاما الماضية. طيب ده الأساس الأول اللي هو إيه؟ إنه الاختلالات اللي موجودة في مصر دي اللي حصلت خلال الخمسين سنة عشان أواجهها لابد من إجراءات حادة وقاسية ومستمرة. يبقى ده الرؤية، يعني أنا عندي خلل حاصل من سنين طويلة جدا عايز أعالجه، لازم أخد إجراءات، الإجراءات دي حادة وقاسية ومستمرة. طب ليه ما اتخدتش؟ خلونا نروح للأساس الثاني في كلام الرئيس لرؤيته للإدارة والحكم، خلونا نسمع. النقطة الثانية اللي أنا عايز أقولها إن مجابهة هذه التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدل من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة والتي تتسم بالخطورة. حلو كده؟ ما رحناش للإجراءات الحادة والقاسية والمستمرة لأنه كانت في رغبة عند صانع القرار بأنه يحافظ على الاستقرار الهش للدولة، انه ما يتحركش في مسارات حاسمه لانه هو يشعر بالخطر، يشعر بالخطر بقى على وجوده، يشعر بالخطر على مكاسبه، هو لا يستطيع ان يفعل ذلك. لكن انه الاساس الاول انه الخلل محتاج اجراءات حاسمه وقاسيه ومستمره، لكن اللي كان موجودين ما خدوش هذه الاجراءات حرصا على الاستقرار الهش للدوله وخايفين من الخطر. طب ده السبب بس؟ لا، في اسباب اخرى. سمعونا الاساس التالي. ثالثا، محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائما تتطلب دعما شعبيا قويا ومستمرا وتضحيات لم يكن الرأي العام مستعدا لتقديمها في ظل حالة الفقر والعوز التي يعيش فيها لسنوات طويلة. هنا بعد مهم جدا في رؤية الرئيس كمان، انه ممكن صانع القرار كان خايف على الاستقرار الهش للدولة وانه مش عايز يتعرض للخطر، لكن كمان كان مطلوب دعم شعبي، ودعم شعبي يعني معناه تضحيات، لكن الناس بسبب احوالها وبسبب الفقر والعوز اللي كان موجود ما كانتش مستعده تعمل هذه التضحيات، بدليل اللي حصل في 77 لما ارتفع الاسعار قروش قليله الناس خرجت لانه انا مش هضحي، فده كان سبب مهم جدا. طيب الملمح الرابع خلونا نسمعه. رابعا، ان حجم الثقة في قدرة اجهزة الدولة على ايجاد مسار ناجع وسط خيارات صعبة تتطلب عملا شاقا ومستمرا لم يكن متوفرا في ظل جهود الاسلام السياسي المستمرة في التشكيك والتشويه واحيانا التخريب، علما بانهم لم يكن لديهم مشروع أو خارطة طريق حقيقية لإعادة بناء الدولة. ده من جانب، ومحدش يزعم من اللي حوله، وغياب الرؤية من جانب الكثير من المثقفين والمفكرين والمهتمين لحجم التحديات المطلوب مجابهتها. نقطة مش مهمة، لا، نقطة في غاية الخطورة.
ليه؟ لأنه هذا خطاب كمان فيه مكاشفة وفي مواجهة وفي كل طرف بنحطه كده قدام مسؤوليته. ايه معنى الكلام؟ انه الثقة في قدرة اجهزة الدولة على ايجاد مسار ناجح وسط خيارات صعبة، بمعنى انه انا عايز اعالج الخلل فلازم اخد اجراءات قاسية وحاسمة وحادة ومستمرة، لازم يبقى فيه ثقة في الحكومة. اتضربت منين الثقة دي؟ من وجود الاسلام السياسي وتحديدا جماعة الاخوان الارهابية، وهذا ما لم يصرح به الرئيس. يعني حتى لما كان بيتكلم وقال ان هم لم يكونوا صادقين، فحد من القاعة قال له دول كدابين يا رئيس، قال له لا خلاص يعني بلاش. فببساطة شديدة هذه الجماعة الارهابية كانت سبب من اسباب تأخرنا وسبب من اسباب شغلونا يا جماعة. كمان خلي بالكوا ده خطر تاني محدش واخد باله منه، انه الجماعة دي شغلت المجتمع المصري بحاجات غريبة جدا وبتفاهات، ودخلونا في نقاشات وفي مسارات وفي هجوم على اللي بيصنع القرار، لدرجة انه هذا الانشغال عطلنا. ولذلك انا اقسم بالله انه جماعة الاخوان المسلمين مفروض يطبق عليها حد الحرابة، يعني اي حد اخواني كده يطبق عليه حد الحرابة. انتوا عارفين حد الحرابة واللي هم المفسدين في الارض، اللي هو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، والقرآن اللي عاوزين ينفذوه والشريعة اللي هم عاوزين ينفذوها. والله لو طبقت عليهم الشريعة فهؤلاء مفسدين ومخربين في الأرض، وتطبق عليهم حد الحرابة بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتعلقوا، لأنه خربوا البلد وأخروا البلد بشكل كبير جدا. اللي هو فكرة إيه؟ ده في مجهود عايز يتعمل، لا أنت شغلنا. كان يطلع محمد مرسي ده زمان ماسك مجلة الكواكب، وكان في فيلم بتاع قصائص العشاء عامل استجواب على بوسة حسين فهمي ونبيل عبيه في الفيلم تقريبا، وماسك المجلة. أنا فاكر أنا المشهد ده، محمد مرسي واقف في المجلة وهذا العري وهذا المش عارف إيه وبتاع، دخل المجتمع في مسارات وفي مشاكل، وهذا ده أمر موثق. طيب كمان خذلان المثقفين والمفكرين للبلد، لأنه المواجهة مع جماعة الإخوان الحقيقة كانت جماعة فيها حلول برضو وسط. ما تمش الجماعة الثقافية والفكرية تصدت لجماعة الإخوان بكفاءة كبيرة. في ناس عملت ده، يعني أشهد للدكتور رفعت السعيد الله يرحمه مثلا، واحد من أهم الناس اللي صنعوا الوعي بخطورة جماعة الإخوان الإرهابية. لكن الباقيين إيه؟ يشتغلوا معاهم، يتكلموا معاهم، يتفاوضوا معاهم. فدي نقطة مهمة جدا، هو ليه الحكايات باظت؟ إحنا وصلنا ليه الأساس الرابع. طب الأساس الخامس خلونا نسمع. النقطة الخامسة إن الجهاز الإداري للدولة لم يكن مستعدا بالكفاءة لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوب، بل بدا واضحا أن الإصلاح يجب أن يشمل هذا الجهاز ويعالج ترهله. يا جماعة في حالة ايه؟ مصارحة ومكاشفة كاملة، انه ما انا عشان اعمل اصلاح لازم جهاز الدولة نفسه، الجهاز الاداري للدولة يبقى مؤهل انه يشتغل. لكن الجهاز ده كان محتاج تأهيل، وكان هو بيعوق بشكل كبير جدا. وانا عايز اقول لحضراتكم على حاجة ممكن ناس كتير تزعل منها، يعني ناس كتير تزعل منها، انه التوسع في التعليم الجامعي في مصر أضر مصر. وده كلام والله حقيقي، لأنه الناس طلعوا خريجين من الجامعات دخلوا في الجهاز الإداري للدولة واشتغلوا محاسبين، محامين، مهندسين، مش عارف إيه بتاع كتير. فطلع ناس ما عندهمش كفاءة، هو بيشتغل موظف، قال عاملة تجيبه فاشتغل موظف. تم حالة ترهل في الجهاز الإداري للدولة بالناس اللي اشتغلت. ليه؟ أصلا مش مؤهلة. ليه؟ لأنه التعليم الجامعي ده لما تم التوسع فيه أيام الرئيس السادات كان بهدف يعني استيعاب الجماعة الناصرين واليساريين، فطلع آلاف مؤلفة من الخريجين اللي هم مش مؤهلين، أضروا الدولة ضرر بالغ. فبرضو ده سبب من الأسباب اللي ما خلتش الأمور يعني تستقيم أو تسير في خط مستقيم.